مجلس وطني للحزب إعلان انسحاب الحزب من الحكومة الحاكمة. لا بالنسبة اليوم ما يمكن لي نقول إلا أن حزب الاستقلال تعيش الديمقراطية الداخلية الحقيقية خصوصا بعد المؤتمر 16. إذن هذه الديمقراطية اللي كان فيها إجماع اليوم ديال كل الإخوة المتدخلين ديال أعضاء المجلس الوطني اللي كانوا كلهم دعاة الانسحاب من هذه الحكومة، الآن المجلس الوطني قرر الانسحاب من هذه الحكومة. تصريف القرار اليوم تحملات الجهة التنفيذية المسؤولية من اجل تصريف هذا القرار والالتزام بالفصول المتواجدة داخل الدستور وخصوصا الفصل 42 اللي ترجع المسؤولية لرئيس الدولة واللي غادي يمكن له يفصل في هذه المسائل اللي تتحدد داخل التحالف الحكومي. ان حزب الاستقلال استنفذ كل الوسائل منذ انتخاب القيادة الجديدة اليوم عن طريق تقديم المذكرات، تقديم النص، ولهذا نرى ان الوضع يزداد تأزما يوما بعد يوم. حزب الاستقلال لا يمكن ان يقبل بهذه الوضعيه، ولهذا قرر الانسحاب من هذه الحكومه، والانسحاب من طبيعه الحال هو مشروط بعده قضايا، لانه التحليل اللي وصلنا له من اجل الان الخروج من الحكومه اللي كانت صلحات الامور وكان تدخل فاصل في هذا الامر، والحكومه سرعت من الوتيره ديالها وكان برنامج بالارقام وبالتزامات مضبوطه وحكومه قادره على تجاوز المرحله. حزب الاستقلال سيعقد مجلس وطني استثنائي من اجل تدارس الامر واخذ القرار.